طيب نروح مع حضراتكم لنموذج آخر، نموذج مميز لشاب في مرحلة الدراسات العليا خصص كل ابتكاراته وأبحاثه لدعم قادرون باختلاف، لدرجة أنه قدر يسجل 8 براءات اختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في هذه المجالات، وكانت أول براءة اختراع بتساعد على تطوير نظام سباحة المكفوفين. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. تسجيل 8 براءات اختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشاركة في أكثر من 35 مؤتمراً علمياً وندوة ومعرضاً، كانت هذه نقطة تحول في حياة الطالب عمرو محمد الشريف، الطالب بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، ليخصص كل أبحاثه وتجاربه لخدمة ذوي القدرات الخاصة. في عام 2015 سجل عمرو الشريف أول براءة اختراع له في مجال تطوير نظام سباحة المكفوفين، والذي يساعد السباحين المكفوفين على معرفة أماكن السباحين الآخرين وتحديد مكانه في السباق. وبراءة الاختراع هي عبارة عن موجات فوق صوتية تعود للسباح عن طريق النظارة التي يرتديها وتساعده على تحديد موقعه والمنافسين. ومن بعدها تم اعتماد تلك التقنية من الاتحاد العالمي للألعاب البارالمبية، جوائز متعددة ودبلومة فخرية وميدالية ذهبية من المعهد الفيدرالي الفرنسي كانت أبرز الجوائز التي حصدها الطالب، ومن بعدها كرمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد عودته من سويسرا. خلينا نرحب بالباحث عمرو الشريف، الباحث بمجال رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل، عشان نتعرف منه على تفاصيل كتير عن رحلته وتخصيص كل ابتكاراته وأبحاثه للتركيز على قادرون باختلاف. صباح الخير عليك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالباحث عمرو الشريف، اكيد هنحاول نعود الاتصال مره اخرى. لطيف قوي يا مصطفى كمان فكره لما تلاقي شباب باحثين مهتمين بان هم يساعدوا فئه قادرون باختلاف، حاجه قد ايه بتحس انه في شباب عندهم روح التكافل، روح الاحساس بغيرهم، وان هم يقدروا يسهلوا الدنيا على يمكن فئه قادرون باختلاف، اللي انا بشوف ان هم يعني فئه مهمه الاولى جداً فئه مهمه جدا الحقيقه، وقدموا كتير جدا لينا. صحيح. طيب يمكن احنا عودنا الاتصال مره اخرى بالباحث عمرو الشريف. عمرو بنرحب بيك واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيك. اهلا بيك، كل سنه طبعا وكل سنه وانت طيب. بمناسبه الاحتفال بيوم الشباب العالمي، خليني في البدايه يعني اعرف منك واستوضح كده. شباب مصر يا رب كل خير. يا رب ان شاء الله. يعني 8 براءات اختراع ما شاء الله مخصصه ل او مخصصه في مجال رياضات فئه قادرون باختلاف، عايز اعرف منك ايه كان الدافع والسبب انك تتجه وتخصص كل هذه الابتكارات للتركيز على مساعده قادرون باختلاف؟ هو في بداية الأمر كانت فعلا في أول في 2015 كانت جهاز البيت سويمر أو جهاز السباح الخفاش، هو ده كان معني أكتر بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لرياضات سباحة المكفوفين يعني. بعدها كانت تقريبا الابتكارات التانية كانت خاصة بتنمية المواهب أكتر، ومنها حاجات خاصة ب تنمية مواهب الأطفال وبرضو بعض الابتكارات للتربية الخاصة. نقدر نقول مثلا في حاليا ابتكارات شغالة عليها في الأطفال التوحد وفئة الجانب الأكثر الجانب الخاص بالتربية الخاصة يعني. أيوه. الدافع حاليا أنا الحمد لله شغال في مجال تدريب رياضات ذوي الاحتياجات وتأهيل أطفال التوحد، وبطور
في البرامج الجديدة اللي اتعامل معاهم في نادي جويل بمحافظة بني سويف تمام. كمدير فني للنوع ده من البرامج لتأهيل ذوي الاحتياجات. يعني ليه؟ لقيت نفسي في المجال ده، اي يعني ايش يعني ليه؟ انا حاسس اي انا واضح انك يعني كل الاتجاهات رايحة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز عليها ليه؟ ليه ما يعني طلعتش بره؟ هل في هدف انساني انت عايز تقول؟ انا ده سؤال شخصي ليك بشكل شخصي، ليه انت تحديدا ليه مركز بشكل كل الطرف؟ شخصي، ايوه ليه بشكل شخصي فعلا لقيت نفسي في المجال ده، لقيت نفسي في، يعني لقيت ان عندي موهبة قادر اقدمها لدعم في ذوي الاحتياجات. انا ما بشوفش في تطبيق البرامج معاهم او في لما بطبق تكنولوجيا جديدة لمساعدتهم، ما بشوفش ان انا بعوض له نقص عنده، ولكن بيبقى الهدف الاسمى عندي ما يعني يؤهلني ان هو يتعلم تخصص كبير. زي ما بقول لحضرتك بدأت في بعد عام 2020 تقريبا من الجزء الخاص اكثر في البرامج التربيه الخاصه واطفال التوحد وفتره الحركه. طيب يعني عمرو، هو في مشكلة بس في الاتصال، فاحنا كمان يفضل احنا فقدنا الاتصال مرة تانية. على أي حال عمرو الشريف الباحث بمجال الرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل، نشكرك جزيل الشكر، وأكيد يعني إنجاز عظيم تمن براءات اختراع في مجال تأهيل ورياضات تأهيل ذوي القدرات الخاصة أو قادرون باختلاف، أكيد إنجاز كبير جدا.